خلينا نطلع كل شويه فاصل، لان النادي الاهلي في الفاصل احرز هدف المباراه الاول. صلاح محسن حط رجله في الملعب احرز هدف المباراه الاول. النادي الاهلي متقدم على نادي كانو سبورت بهدف مقابل لا شيء. خلينا نروح لزميلنا شريف شعبان يشرح لنا الهدف وايه اللي حصل. اتفضل يا شريف. لعبة في الدقيقة كابتن اسلام 64 والاهلي متقدم على فريق كانو سبورت في وسط ملعبه في وسط جماهيره بهدف في الدقيقة 62 لأول لمسة للاعب صلاح محسن. يمكن الكرة طويلة من أحمد فتحي ناحية اليمين لأبشة في هدف مرتد أبشة بينطلق ناحية اليمين بتعمل أوفر على طول صلاح محسن وان تاتش على طول في البعيدة في هدف جمالي هدف جميل بيعلن عن تقدم النادي الأهلي في الدقيقة 62 في أول لمسات صلاح محسن. قلت لك كابتن اسلام الاهلي بيوصل كتير، الاهلي بيضيع كتير، كان غايب عن التوفيق ولكن الحمد لله قدر صلاح محسن مع اول لمساته يحرز اول اهداف النادي الاهلي وتقدم النادي الاهلي الى الان في الدقيقه 64 بهدف مقابل لا شيء. والنادي بالكره الان مع عبشه بيعمل سرو لصلاح محسن مره اخرى يخش ل 18 وبيشوط غلط المفروض يعملها بالعرض، عملها بالعرض ولا منها منها بالعرض ولكن الاهلي يشتد الخطوره للاهلي بشكل اخر. الاهلي بدا يضيع اكثر، الاهلي بدا يتماسك مع اخطر باذن الله اللي قادر على تعويض قادر على استمرار الهدف لهدفين وثلاثه باذن الله. لسه بنلعب في الدقيقه 65 القادم افضل باذن الله للنادي الاهلي. معلش اشرح لنا الهدف مره ثانيه يا شريف عشان الناس الملايين اللي بيتابعوك. اتفضل. اللي هي كابتن بقول لك اشرح لنا الهدف مره ثانيه علشان الناس اللي بتتابعنا. الهدف مره اخرى كابتن اسلام احمد فتحي عمل كوره طويله ناحيه اليمين لقفشه، قفشه بينطلق بيها ناحيه اليمين لوحده بدا يخش 18 وعمل اوفر صلاح محسن خدها وان تاتش على طول برجليه في الزاويه البعيده تسكن طبعا هدف او معلن هدف في الدقيقه 62 للاعب صلاح محسن مع اول لمسه. يمكن الكرة الآن في وسط ملعب فريق كانو سبورت بين رمضان صبحي وبين السولية وبين حمدي فتحي. الأهلي بدأ يعمل لمسات وسط ملعب فريق كانو سبورت بدأ يستحوذ على الكرة بشكل أكبر، بدأ يعمل نقلات كتيرة بين الكرة ملعب كانو سبورت بيرجع الكرة تاني لوسط ملعب ده الكرة الآن مع محمود متولي اللي بينقل الكرة للاعب أيمن أشرف. أيمن أشرف بيطلع بالكرة ليه أو بيدي الكرة ليه السولية، السولية بيرجع له تاني. الأهلي عاوز يحرك فريق سبورت اللي هو ملعبه لان كان سبورت لسه منكبشين يمكن داخل في مربع هدف ولسه منكبشين ان قبل الماتش الفني بتاعهم بيتكلم ان خايف يكون في هزيمه ثقيله النهارده من النادي الاهلي فيرضوا ان مديهم تعليمات ان ما تقدموش. يمكن ايمن اشرف يحول الكوره لاحمد الشيخ في الجانب الايمن، احمد الشيخ بيعمل تمريره مع حد قفشه وقفشه بيديله للتو ثاني ولكن قدر الدفاعات الفريق كان سبورت عن سيطره على الكوره. والان الكره هجمة خطره جدا من فريق كانو سبورت ولكن محمود متولي بيقفل على اللاعب رقم تسعه وبالفعل قفل عليه وطلع الكره ضربه ركنيه. بنلعب في الدقيقه 67 ضربه ركنيه لفريق كانو سبورت. باذن الله بطمنك وبطمن كل مشاهدينا يعني الاهلي احسن، الاهلي باذن الله يعوض يكمل او يكسب تاني باذن الله. اشكرك يا شريف برضو.